إني حننت إلى رؤياك مجد الرحيل، مجد الرحيل فنبع الصبر قد نطوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله إخواني وأحبابي بناتي، ميت أهلين وسهلين، حلقة جديدة من دقش حلبي. أمثال حلبية دائما نحن بنقراها معاكم. قال لي يا مرة اطبخي طيب، قالت له يا رجال كلف. طبعا هذا أمر عادي، أنت بتجيب من برا وبتدفع مصاري وهي بتشتغل في البيت، كتير حلو. بيقولوا إمام عم يقرأ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالون، قالوا له آمون، يعني معناها عم يقروا مثل ما عم يقرأ، لازم يقول آمين حتى يقولوا آمين ولا الضالين. مثل بيقول أبوك البصل وأمك التوم، ومنين بدها تجيك الريحة الطيبة يا مشؤوم؟ قالوا للبغل مين أبوك؟ قال لهم الحصان خالي. ما قالوا أبو الحمار، لا، بده ينتسب للأفضل. وقالوا من بعد الأب إلك رب، ومن بعد الأم احفور وطم. ليش؟ لأن الأب جيب أكل وشرب وهكذا، عمامك إخوالك كذا بيجيبوا، أما إذا راحت الأم مين بيضمك بصدرة؟ الله يحفظ أمهاتكم يا أخواني. اسمعوا التحزورة، اسمعوا. ولد عم يبكي بجنازة، سألوه إيش بقربك الميت؟ قال له اندشروني بحالي، أخو مرت الميت خالي. برجة بعيدة، عم يبكي بجنازة هالولد، قالوا له إيش بقربك الميت؟ قال له دشروني، دشروني بحالي، أخو مرت الميت خالي. مين مات الميت؟ يعني أبوه. في التلبيسة أو العرس شلون بيشوبشو؟ يا أبو عريسنا يعني الله راياتك، وسبع خوجات طرب ترقع بقناقاتك، وسبع سوائي ذهب تسقي جنيناتك، وسبع كناين بتحلف عمه وحياتك. بس طبعا ما بصير واحد يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن في من كتاب اللباد إيش بيقولوا؟ اللي بحط الخبز تحت أباطه ما بتموت حماته. فاللي بحب حماته هيك بعمل، اللي ما بحبها ما بحطه. بيقولوا كمان في كتاب اللباد لازم نحط بيضة تحت أباط الميت تما يقدر يسحب حدا من أهل البيت معه. خرافات، منين جايبينها؟ إيه والله ما بعرف. بيقولوا من شان تعرف الحبلة إيش بدها تجيب، صبي ولا بنت، قال منسأل الولد دبوس اللي أبري؟ إذا قال دبوس معناته ولد، قال أبري يعني بنت. وبيقولوا ابنك لما بيكون صغير ربيه، ولما بيكبر خاويه. وش قولوا للمرأة؟ بيقولوا جوزك مثل ما علمتيه، وابنك مثل ما ربيتيه. وإيش بيقولوا للأب لما ابنه بيكبر؟ بيقولوا له إذا طلعت دقن ابنك ارخي دقنك، يعني مشان يكون ابنه مثله. انتهيت، كبرت يعني. وبيقولوا ابن التسعة ما بيموت بالعشرة،
ولا تحط ابنك على الحيطان وتقول قدر الله وكان. دائما لازم الحذر ناخذ بالاسباب، ما هيك يا اخوان؟ بعلو بيقولوا كمان لا تطول الحبل لابنك بشنق حاله فيه، وبيقولوا ابن غيرك ما بينفعك وكلب غيرك ما بيتبعك. يعني ممكن. وبيقولوا لو كان ابن الناس بعمر كان عمر بيت أهله. يعني أنت لازم تشتغل مو الآخرين. قالوا لجحا لك ابنك بده عرقية، قالوا ليش العمى ضربني؟ يعني لا تتدخلوا، ما معي مصاري. وبيقولوا المرأة والولد الصغير بحسبوا الرجال على كل شيء قدير. طبعا ديروا بالكن عليه هنا. بعدين واحد بيقول او الام بتقول لولا ابني ايش جاب بنت الناس لعنا. الله يطول اعماركم ويخلوا لكم ولادكم. لما بيقولوا ابنه بحضنه وعم بيدور عليه، احيانا بتصير كل نظارات على عيوني وبدور عليها. قالوا له جيب اكوس ولد، جاب ابنه. ليش؟ لانه القرد بعين امه غزال. وهذا الانسان بدور بده شيء كويس وابن ناس يدفع مصاري، لا بلاش وبده شيء كويس. واخر شيء ايش بيقولوا؟ هذا بحبه مثل حب الدب لابنه، اجوا ليبوسوا عضلوا ابنه. اهلا وسهلا فيكم، وافطار شهي ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اني حننت